مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا وين ما انتوا، تحيه كبيره لكم واهلا وسهلا فيكم عبر شاشتكم شاشه تلفزيون السلام دائما وابدا في برنامجكم اهلا رمضان. معاكم اليوم برعايه كريمه من الصوالح سنتر. اجواء التحضيرات لشهر رمضان مميزه جدا، واكيد في هالبرنامج بنحب نعيش هذه التحضيرات المميزه. مشاهدينا اكيد احنا معاكم ودائما انتم معنا راح تكونوا ان شاء الله في هالبرنامج المميز مع الصوالح سنتر. اليوم راح نحكي لكم عن مجمع مميز من عالم الالبسه الرجال يا ستاتي البنات يا الولاد يا الاطفال المحير لدى الصوالح سنتر، وذلك بعنوان بسيط جدا مقابل سوبر ماركت فواز. ودائما في دخلة المسجد الجديد تجدون الصوالح سنتر بانتظاركم، فكل الاحترام والتقدير وكل عام وانتم بخير. نشوف الاجواء ونشوف الناس شرح اليوم يكون هيك جوها وكيف راح تربح معنا اللي بنحب كلكم انه في جوائز بانتظاركم. مشاهدينا الاعزاء كل عام وانتم بخير دائما وابدا عبر شاشه تلفزيون السلام في برنامج اهلا رمضان، اهلا فيكم. ودائما خلوا هالشهر شهر عطاء وشهر محبه مع الصوالح سنتر، انتم اكيد ربحانين لانه دائما الصوالح سنتر عنوان كبير لعالم من الالبسه المميزه لكل افراد الاسره. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير وصحه وسلامه. تعرف عليكي؟ إيه ريان عمر حمام. يا ريان كيف امورك؟ الحمد لله ماشي. تحضيراتك لرمضان؟ كثير حلوة والأجواء حلوة مثل ما أنت شايف. أجواء مميزة أكيد الصوالح سنتر، بقولكم كل عام وأنتم بخير. بتعرفي الصوالح سنتر؟ أكيد طبعاً. وين موجود؟ في شارع باريس. يعني دخلت المسجد الجديد من شارع باريس مقابل سوبر ماركت فواز، إجابتك أكيد منيحة وصحيحة، بس مش هون الجواب اللي بندور عليه. راح ندور على إجابة لسؤال ثاني كمان. تفضل. جاهزة في برنامج أهلا؟ أكيد. طيب راح أسألك سؤال بسيط كثير وصغير. بتعرف الكوسكوزح؟ بتحبيه؟ طبعا مين ما بيحبه؟ الكوسكوزح خاصة بنشوفه لما يكون في مطر هيك وشمس بنشوف الكوسكوزح. سؤالنا كم عدد ألوان كوسكوزح؟ سبعة. سبعة؟ أكيد. ألوان؟ جاوبني. جوابي. إجابتك صحيحة، سبع ألوان كوسكوزح. تفضل جائزتك من الصوالح سنتر، شو بتقولي؟ كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله دائما بالصدارة ومتميزة. شكرا لك يا ريان، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بخير مع الصوالح سنتر، خياركم الافضل لكل الاسره والعائله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير اخوي يا هبه. تعرف عليك بدر الدين. انا يا بدر، كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. كل شيء تمام؟ الحمد لله فضل ونعم. تحضيراتكم لرمضان؟ الحمد لله كل شيء تمام. تمام يا سيدي، الله يعطيكم الصحه والعافيه. واكيد اليوم برنامجنا مميز باهل رمضان مع الصوالح سنتر، بتعرفهم؟ اكيد جارنا الصوالح سنتر. وين موجود؟ صوالح سنتر شارع باريس، دخلت مسجد الجديد مقابل سوبر ماركت فواز. صوالح سنتر مميز جدا واكيد خياركم في التحضير لكل مواسم العام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يلا نروح لسؤال نعطيك اياه. جاهز؟ جاهز. في غاز موجود بجسم الانسان، ما هو هذا الغاز؟ عنصر غاز موجود بجسم الانسان. ثاني اكسيد الكربون. لا موجود موجود. ثاني اكسيد الكربون مش منيح. ثاني اكسيد ايش هو؟ يلا غاز جسم الانسان. هي اول مره بتمر علي، لو سالتني شو اسم امك بقول لك عادي. كل الله يخلينا امهاتنا ويحفظهن في هالشهر الكريم. طيب يا سيدي العزيز، هو الغاز يعني اللي هو احنا اذا بندونه بنموت. اكسجين. ايش؟ الاكسجين. الاكسجين؟ اي نعم. تاكد؟ اكيد اكيد. نهائي؟ نهائي جواب نهائي. اجابه صحيحه، اكيد الاكسجين هو الغاز الموجود جسم الانسان، واذا كان متواجد غاز ثاني اكسيد الكربون بيأدي للوفاة لا سمح الله. لا سمح الله. كل عام وانتم بخير. انت بخير، تنعاد عليه صحة وسلامة ان شاء الله. شكرا. كل عام وانتم بخير دائما مع الصوالح سنتر، ودائما الصوالح سنتر خياركم الافضل في كل الاوقات. الصوالح سنتر بقول لكم كل عام وانتم بخير، مجمع الصوالح اكيد مميز جدا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. تعرف عليكي؟ داليا جعار. اهلا وسهلا فيكي. احكي لنا اليوم كيف استعداداتكم لرمضان؟ الحمد لله، هينا كل الناس يعني هون في الاسواق كانت تستعد لرمضان. كل شيء تمام ان شاء الله، ينعاد علينا بالصحه والعافيه. الله يسعدك ان شاء الله جميعا يا رب. اهلا وسهلا فيكي. اليوم برنامجها برعايه كريمه من الصوالح سنتر، برنامج اهلا رمضان. بتعرفي الصوالح سنتر؟ بعرفه. دخلت المسجد الجديد؟ جربت اشتريت من عندهم؟ بشتري عندهم، بضاعتهم مميزه جدا جدا واسعارهم مميزه، واكيد اليوم التحضيرات للربيع والصيف من عند الصوالح سنتر خلوها خيار. اهلا وسهلا فيكي. يلا بدنا نعطيك سؤال بسيط كثير وسهل كثير، اذا بتجاوب عليه صح راح تاخذ جائزتك مباشره. من هو القائد المسلم الذي استطاع هزيمه الصليبيين؟ صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي اجابه صحيحه، ما شاء الله عليك. جائزتك من الصوالح سنتر، تفضل هي جائزتك. شو بتقول للصوالح؟ شكرا لهم وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كل عام. مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بخير، واكيد كثير بيسالوا انه اسئلتكم كثير سهله بتكون مرات، اكيد الاسئله سهله لانه احنا هدفنا انه الجميع يستفيد، الجميع يربح في هالشهر الكريم اللي هدفنا كمان نرسم فيه الابتسام. اليوم
برعايه كريمه من السواحل سنتر راح نتواصل معاكم اكثر واكثر في الاجواء المميزه وتحضيرات رمضان. كل عام وانتم بخير. عليكي اسراء ومساروه. اهلا وسهلا فيكي. اكيد اليوم بنقول عن تحضيرات رمضان، كيف معاكي؟ حلوه ماشي الحال. اكيد حضرتوا حال. اكيد. اهلا وسهلا فيكي. طيب السواحل سنتر تعرفيه؟ موجود فرعين له، واحد شارع باريس. لا هو في طول كرم فرع واحد، وفي نابلس في فرع آخر. اكيد بشارع باريس اللي هي دخلت المسجد الجديد مقابل سوبر ماركت فواز. قديش بتشوفيه منيح مميز؟ قديش انت بتشوفي بضاعته مميزه واسعاره منيحه؟ منيح يعني. وفي... جربتي تروحي عليكم؟ بشتري. تمام اهلا وسهلا فيكي. طيب في عندنا سؤال لك، بتجاوبي صح تاخذي جائزتك. تمام تمام. يلا شوف شو سؤالك. سؤالك بيقول كالتالي، ما هي عاصمة تونس؟ طهران. لا، عاصمة تونس. الجواب بالسؤال تونس. شو تونس؟ تونس. شو رأيك انت؟ شو اسمك؟ نادين. ايش؟ نادين. نادين قديش عمرك يا نادين؟ ثمانية. كل عام وانت بخير. سعد نادين. طيب تونس عاصمتها؟ تونس. تونس جواب نهائي. اكيد. انا اللي حكيت. انا ما حكيت شيء، بس انت شو بتقولي؟ عاصمة تونس. تونس. اجابتك صحيحة، تونس هي عاصمة تونس، وبتربح معنا جائزتك اكيد من الصوالح سنتر. شو بتقولي؟ يسلم. ممكن عملتوا بخير. وانت بألف. مشاهدينا دائما وابدا عبر شاشتكم شاشة تلفزيون السلام، راح نضل معكم متواصلين في البرنامج اهلا رمضان برعاية كريمة من الصوالح سنتر. الصوالح سنتر اللي بقول لكم كل عام وانتم بألف خير. اهلا وسهلا بالجميع، اكيد اجواء مميزة واجواء رائعة جدا في تحضيرات لرمضان. كل عام وانتم بألف خير. تعرف عليك؟ منصور فحماوي. كل عام وانتم بألف خير. تعرف عليك؟ احسان فحماوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بدار الفحماوي. شو الاخبار؟ الحمد لله. تمام الله يخليك. تحضيراتكم لرمضان؟ والله تحضيرات على قيد المساق الحمد لله. يعني ماشي الوضع. تجهيزات. تجهيزات تمام. جهزت لرمضان؟ الحمد لله. يعني الوضع تمام. بس انا مش خاطب، هو خاطب. يا سيدي ان شاء الله بنفرح فيكم جميعا وعقبال الجميع. الله يعطيك. طيب الله يخليك. اليوم برعاية صوالح سنتر برنامجنا، بتعرف الصوالح سنتر؟ صحيح. موجود دخلت المسجد الجديد مقابل سوبر ماركت فواز. على فكره الصوالح سنتر فيه احنا حتى الشباب الناوي والشباب كلها، في شيء ممكن تقول في شيء رجالي مميز عند الصوالح سنتر. يعني اذا انت مثلا ممكن حاب تشتري لك قطعه شيء ببالك موجود عند الصوالح سنتر. تمام تمام. خذ معك بلكي زبطت اموره وخطر هسه. طيب يلا يا سيدي، منيح ممتاز كثير. راح نعطيك سؤال. جاهز؟ تحب الرياضه؟ جاهز. بحب الرياضه. مين بيشجع؟ ريال مدريد. ريال مدريد. طيب يا سيدي، بما انك مشجع ريال مدريد والملكي، راح اعطيك السؤال بما يخص ريال. صحيح. تمام. خساره خسروها. لا 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 لا, لا. انا بدي اسالك شيء شوي بعيد. تمام. في عام 2002 حقق ريال مدريد لقب دوري ابطال اوروبا للمره التاسعه بتاريخه، ولكن من كان مدرب ريال مدريد في تلك الفتره؟ طبعا حققها بالفوز على باير ليفركوزن. المدرب يا ديلبوسكي يا يوب هانكس، واحد منهم. شو رأيك انت؟ انا بعرفش بالرياضة. هو مالك. طيب يلا اختار واحد منهم. اتوقع ديلبوسكي. ديلبوسكي. طبعا المدرب الاسباني ديلبوسكي جاب النهائي. جاب النهائي. شو رأيك بإجابة؟ انا بعرف، انا واثق فيه الصراحة. واثق فيه. واجابته صحيحة. اكيد اجابة صحيحة. ديلبوسكي هو من قادر يمكن تحقيق المجموعة التاسعة في دوري ابطال اوروبا، وبذلك في عام 2002، وكان ريال مدريد اكيد فضل جائزتك من الصوالح سنتر. لا انا بعرف مين سجل الاهداف. تقول لي اقول؟ خلينا نقول. الاول راؤول. الثاني زيدان. اكيد زيدان سجل الهدف، هدف تاريخي بطريقه الرفع من روبرتو كارلوس. أيوة. على الجانب اليسار، واكيد اللي بيفهم في الفوتبول بيفهم شو احنا قاعدين نحكي. أيوة. المدريديه مع بعض. طيب يا سيدي كل عام وانتم بخير. شكرا تلفزيون السلام لصوالحي. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. لهون بنوصل لختام حلقتنا المميزة من الصوالح سنتر في برنامج أهل رمضان. شفنا بطبيعة الحال الناس في الشارع تحضيراتهم مميزة لرمضان هذا العام، وأكيد كمان كانوا معنا ناس ربحوا من خلال الصوالح سنتر. مشاهدينا كل التحية والمحبة والتقدير للصوالح سنتر في طول كرم فرعه مقابل سوبر ماركت فواز.
دخلة المسجد الجديد، وأكيد الصوانع سنتر بعالم مميز من الألبسة بانتظاركم. كل التحية والتقدير لكم، اللقاء بكم سيتجدد، إلى ذلك الحين نستودعكم الله إلى اللقاء.